صباح الخير، معكم كوتش يوسف كوتش جود. اليوم فقرتنا راح تكون فقرة مهمة جدا عن موضوع تقوس الظهر وتحدب الظهر. الناس اللي أغلبنا بتكون عندها تقوس وتحدب بهاي الطريقة بيمشوا. هذا الموضوع، هاي الإصابات، هاي العضلات تتأثر بهذا الموضوع عن طريق عادتنا على الكرسي لفترات طويلة، للناس اللي بيكونوا بيشتغلوا على مكاتب، للناس اللي بيكونوا بيسوقوا كتير بطريقة طويلة. فهلأ بدنا نورجيكم إيش التمارين اللي تحدوا من هاي المشاكل اللي بجسمنا. ننزل مع كوتش جود، نمد إيدينا ستريت ورجلينا ستريت، رأسنا يكون مستقيم. للمبتدئين نرفع إيدنا الشمال مع رجلنا اليمين وراسنا بنزل ستريت، ايدنا اليمين مع رجلنا الشمال، راسنا مع نفس المستوى. بنحس طبعا هلا كيف العضلات شدوا، هيك بنقوي عضلات الظهر. بنكمل نفس التمرين، ايد شمال رجل يمين، هولد 5 ثواني وبنزل، ايد يمين رجل شمال، هولد 5 ثواني. هلأ للمرحلة المتطورة اللي بعدها ممكن نقدر نعمل إيدينا التنتين بيرفعوا مع راسنا بهذا الشكل كتافنا ومنتنفس. بنقدر نعملهم زي ما بتعملهم كوتش جود بهاي الطريقة، وبنقدر نعمل هولد. ومنتنفس. هون منلاحظ كل عضلات ظهرنا شدوا، هيك عم نعمل على تقوية عضلات الظهر. والطريقة الثالثة اللي احنا بنقدر نعمل فيها اللي هي للمتقدمين شوي، ايدينا التنتين مع رجلتين التنتين بهاي الطريقة. نعمل هولد 5 ثواني، نتنفس وبننزل، راسنا ستريت، تنفس بهاي الطريقة ومننزل. هلأ هيك بناخد رست، بناخد رست هلأ، بنحرك عضلات جسمنا شوي. هذا التمرين بنعمله مرة واحدة دايركت، بنعمل التمرين الثاني اللي بعده اللي هو هلأ بنورجيكم إياه. بتنفس، بناخد شهيق زفير عشان برضو الجسم يضل وورم. نكمل هلأ دايركت التمرين اللي بعده، نقعد بهاي الطريقة، بنخلي الجلوتس بين الأنكلز بهاي الطريقة، بنحط إيدينا بس نسحل، ننزل قدام شوي، بننزل إيدينا، رأسنا حيكون هيك. في ناس ممكن يغلط يعملوا لفوق، هذا غلط، خلي لازم الرأس يضل نيوترال. ونتنفس، نكون مادين ايدينا، عاملين ستريتش كامل. نتنفس، نطلع لفوق. ناخذ رست 3 ثواني. ننزل كمان مرة. خلي رقبتنا، راسنا بهذا الشكل. نطلع كمان مرة، ناخد رست، هلأ للمرة الثالثة. هلأ نطلع، نقدر كمان نعمل بإحنا هاي نفس الطريقة هاي اللي إحنا قاعدين فيها هيك. هذا التمرين نعمل بالضبط زي هيك، إيدينا بنرفع، بنشد عضلات المعدة، نشوفوا كيف ظهرنا بصير، نسحب لفوق، نعمل هولد ومننزل، نرفع لفوق، لاحظوا كيف. هاي التمارين كلياتها لما نمارسها بشكل يومي يوم ورا يوم، كمان مرة
بتحد من إصابات الظهر ومن الشد العضلي اللي بيخلي عنا تقوس بالظهر. وهي التمارين نرتاح، وهي التمارين بتقوي عضلات ظهرنا على المدى الدائم. هيك بناخد ريست هلا، بنحرك حالنا شوي، وهلا بنحكي لكم انه الثلاث تمارين هدول مبدئيا لو احنا نمارسهم فعليا بشكل يوم ورا يوم خلال اسبوعنا، للناس اللي عندهم تقوس او تحدب واللي بيكونوا كتير قاعدين بيشتغلوا بشركات وقاعدين على كراسي، احنا يا ريت نعمل هذا التمرين وراح تشوفوا نتيجة جدا 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 مفيدة. وشكرا لكم، وهلا بنرجع لدنيا يا دنيا.